نحن منظمة قاف، نشاطنا اليوم هو متحف للمقتنيات التراثية. نحن أربع مكونات اللي هن إيزيدية وعرب وكرد وسريان. هون في كذا غرض للسريان ولكل المكونات، هي نعمل لإحياء التراث القديم وكمان للسلم الأهلي والتعايش، وكل واحد يتعرف على مثلا مقتنيات التانين. معرضان مقلقي كيف خوش مبي وكيف عمات وما تشتي خوي بريديتن سريانيا وعربا وكرمانجي ومكشي خوي بري ليديتن تشتي مي تراسي ليها بون تشتي مي بري مقلقي بي تفرح دبن وقلقي بي خوش دبن. ناف كل هني شرك هني بلبل هني أشتري بيجي منقلة هي رجعة كوي هني الجمي أشتري بيجي مرش جمي هني قل غراد ناي يعني ملهبي دار جمي هني مر جمي هني شيء مول جمي هي شيء بوكاي إيه صال جمي هني